السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل مع حضراتكم النهارده دي علبة هدايا، دي جامدة جدا، والكرتون بتاعها اللي هو المقوي الجامد، وكان لها الغطا ده بس اتقطع زي ما حضراتكم شايفين كده، اتبهدلت خالص. فاحنا هنعملها منظم للطرح والبندانات. انا جبت اللزق ده، ده اللي بيتحط للبوتاجازات زي ما حضراتكم شايفين، شكله شيك والوانه مبهجه كده، فهعملها كلها دي. انا مش هعمل من تحت لان الرسمه شكلها حلو من تحت، فانا هعمل من الجناب عشان كمان الم القطع ده، وهعمل من جوه. انا قصيت شريط اهو من اللزق بتاعنا على قد دي من بره ومن جوه. ابدا اشيل الحوزه بتاعتها من ورا. انا هصب دي تاني على قد القاعده بتاعتها، هبدا الزقه برضو. زي ما حضراتكم شايفين انا عملتها من الجناب، في الجزء دوت مكملش فهنكمله دلوقتي. ده محتاج من بره ومن جوه. هو سهل جدا في لزقه عن القماش. ناخد الجزء ده نحطه من جوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلش مش باينه في التصوير عشان ملكت ايدي. كده على جنب. انا جبت رول
جبت قطعه كرتون صغيره ومسكتها برمتها ولفيت حواليها القماش ده عشان تبقى ماسكه كويس، وبقى فوق القماش لفيت الخيش. فانا هعملها مع حضراتكم اوريكم عملتها ازاي. هجيب جزء من الخيش، دي فكرة سهلة جدا وما كلفتناش حاجة. ده شوية الخيش، على فكرة انا مش شارياه لان انا جربت اشتري الخيش فلقيت المتر منه غالي، فبقيت اشتري شوية الخيش ديت من بياعين فاكهة بيبيعوها رخيص. انا جبت قطعه كرتون وبقيت ابرمها، وعلشان تتمسك جامد فروحت جايه حاطه عليها القماش ده ومخيطاه فيها. هبدا الف عليها قطعه خيش والزقها بمسدس الشمع. زي ما حضراتكم شايفين كده، زي ما حضراتكم شايفين الشمع سخن جدا لدرجة انه بيطلع دخان. وانا جبت قطعه استراس صغيره زي ما حضراتكم شايفين، وهبدا اقصها كده اهي مربعات. وهلزقها كده. احنا عملنا ثلاثة، هعمل الربع مع حضراتكم برضو. كده احنا خلصنا الاربع قوائم اللي احنا عايزينهم. هنعمل بيهم ايه؟ انا هبدأ احطهم هنا. ينفع بدل دول، ينفع ايدين مقشه، وبرده نحط نكسيها باي قماش عندنا او اي حاجه، او ممكن نحط لها اللزق اللي احنا حاطينه.
نكتر الشمع، ولازم لازم لازم الشمع يكون سخن. ما تقلقوش هتمسك في بعضها، لان انا هحطه من فوق واحده تانية. اهي انا لزقتها فيها من الجنب، وبرضه هحط من هنا شمع عشان تمسك من الجنب. هنا نفس الحكاية. هنحط العمود الرابع. كل ما كان الشمع سخن كل ما هتمسك اكتر. اهي هنركنها تاني على جنب، وهنجيب الغطا بتاعها، وبرده هنحط لهم من نفس اللزق اللي احنا جايبينه. انا هحط من فوق، انا مش محتاجه من تحت، انا هحط من فوق الجزء اللي هيدي. هبدا اشيل الكفر بتاعها من تحت. هو ده اللي بيدوخ شوية. اهم حاجه اللي احنا نلزق حرفها بس، علشان نقدر بعد كده نسحب الواحد. زي الفل حاجة. نقلب كده عشان ما تفكعش مننا، وبعدين نقص. كنت اقول مفيش درس ولا حاجة. انا لزقتها، انا محتاجه اللزق فيها من فوق بس، مش محتاجه اللزق من تحت. طبعا لو حابين نعمل من تحت يعني خير وبركه. اهي كده هتلزق فيها جامد، وان شاء الله مش هتفك. هنبدا نلزقها ازاي؟ هنحط شمع. زي ما حضراتكم شايفين انا بحط شمع كتير جدا، واهم حاجه يكون سخن. انا لزقتها، زي ما حضراتكم شايفين اهي. هي جامدة على فكرة، بتتحمل اي حاجة. ينفع تحط فيها من تحت الطرح وفوق من البندانات، او تنفع تتحط فيها الكتب، او ينفع تحط في المطبخ يحط فيها البرطمانات. دي لو اتحطت في المطبخ على فكره الميه مش هتاثر فيها، لان المشمع اللي محطوط له اللزق ده عباره عن مشمع، فهينطر الميه مش هيشربها.
شكلها حلو قوي، وما استخدمتش ما اخدناش من اي حاجه ولا اي وقت ولا اي امكانيات ولا اي خامات يعني تذكر. هي عباره عن كرتونه قديمه عندنا، وده كرتون برضو، وهي وديت ب 10 جنيه اللزق ده، وفضل مننا معاه منه جزء كبير هنستخدمه في اي حاجه تانية. احسن لك فيها البرتشيب اكل على دي، ها احسن لك ترمي كل البرطمانات تحطها فيها. طب حطها لي على السفره كده وصورها لي بتبان عشان كده لو صورتها كده كل اللي وراها يبيه. انت الصراحه بتصوري في حته. طب خد صورها لي في، انت لو جبتي فوق كده خلاص. خد صورها لي في المطبخ، انا عايزاها تبان. حط فيها حاجات. ماشي هحط فيها ايه دلوقتي؟ الكوبايات ومعالي. الكوبايات حطها في الكوبايات شويه. لا هحط فيها حاجات معالي. انا عارفه هحط فيها ايه. قولي حط فيها في الجير كده. انا قلت لك امبارح، قلت لك انا محتاجاه. اه دخل استحمى. تصوري تاني؟ ها؟ سوري ها؟ سوري؟ مفيش شم. قاعدة انت كل ده تاني؟ اعمل المطبخ. بقولك دي دي وانت بس. يا عديل. محدش يتكلم.